السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. هنا البنات جيت عند واحد القزار، قزار حلال. انا تنسكن في ايطاليا وقزار حدانا حلال، تنسكن في ساماركو. الناس اللي تيسكنوا هنا في الرجان ولا في ساماركو ولا في كوزينسا، الناس اللي النواحي اللي قريبه لي، هاد القزار عنده كل شيء تبارك الله حلال. ها انتم البنات اتاي، الماركه اللي بغيتوا ديال اتاي. هانتم البنات اللي قريب راه غيجي لي ويعرف الاثمنه. هانتم الشو تبارك الله حتى على الانواع. هنا البنات قريب شهر رمضان على الابواب، اللي بغات المهم المواد ديال المراه تا هما كاينين، الشكوطش ديال الحنه تبارك الله. هانتم البنات كلشي 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 كاين، الفول السوداني. هانتوما البنات كلشي عندهم، المهم نتوما راكم غادي تشوفوا. ها هي فازلين كادوم تبارك الله، كلشي شيرلي. شوف اللي ما عرفش شيرلي البنات، ها هي كينطا، الملون ديال الشعر، الحن ديال الخنجر اللي معروفه. هنا البنات الحليب، مزهر، زيت الشوجه، صلصه الشوجه، الخردل، كلشي كاين، العسل تبارك الله ما شاء الله. هنا الكوكا، فانتا، العصير، المهم تبارك الله محل زوين وكلشي متوفر فيه. البنات اللي بغات تصوف الشباكيه وما تيصدقش ليها العسل، تجي تاخذ العسل ها هو جاهز، زيت الكوكو. هنا البنات هانتوما، هانتوما طون، كلشي كاين تبارك الله. صابون الحجره، صابون الطاوس، صابون الخزامه، ها هو الصابون البلدي تبارك الله ما شاء الله. هانت موارد مزهر، كلشي كاين، ضمت الزعفران، كنور، مطيشة الحوك، حتى من هي سميتها ملوخيه معلبه كاينه البنات. ها هي شتوها وكلشي تبارك الله. جيت عندو نتقدم لعندو البنات، هانتوما الزبيب، هذا نشماش، الخل ابيض، الخل العادي، كلشي كاين، الخميره تبارك الله ما شاء الله. هانتوما البنات محل زوين والله الا يفرح، بحالكم من ولا عندنا هادشي المحلات ديال الحلال ولا كلشي متوفر، الزبيب كلشي كاين، اللوزه، الكاوكاو، البنات اللي بغى يدير الكعبه ولا اللي بغى يدير بريوات، هذا رمضان شهر الرحمه والتودد، حبه حلاوه، النافع، التحميره، البزار، المهم كلشي كاين. هانتوما البنات خرقوم، الفلوق، سكر كلاصي، والفوق البنات تاني كذلك كلشي كاين، الجنجلال. الا كنت نزرب ولا شي حاجه كاين اللي قبل يجي حتى واحد، الفول هنايا. هانتوما البنات هربوا اللي خرج، تيقلي الفريت بلا زيت، تيسخن الصينيه تبارك الله، والكيسان ما شاء الله. البنات شوفوا تبارك الله، مبيخرات، طويجنات، درت نيت من عنده طاجين، انا راح حاطاه في القناه الى زوين. هانتوما البنات ديكورات ديال الصالونات، طرموسات هما ديتهم من عندو ساماركو الروجانو. هنا اللي كاين هنا يهبط، انا غنلوح لكم الفيديو في اقرب وقت. وجيو البنات خوتي وخواتاتي، هنا البنات الزرابيه هما زوينين والثمن مناسب، حتى هما خديتهم من عندو النيت. هنا البنات القصاري، الجلده ديال الكوكوط، القبضه ديال الكوكوط، اي حاجه بغيتو، الخراقي، الكيس هو شتو، بروسات، سابح، ما شاء الله كلشي كاين عندو. المواعن زوينين البنات تبارك الله ما شاء الله. هانتوما هانتوما تبارك الله، الزريبيات غزالات البنات. هانتوما شوفوا تبارك الله، فن الزريبيات وكبارات البريردات البنات. هانتوما العيالات اللي تعجبهم المواعن، جيو مرحبا بكم عندو. هانتوما وظريف عندو الثمن مناسب. ها الكوكوطة هي جابها زوينة، ها البنات هاد الكوكوطة تا هما ما سولتوش على الثمن، دابا نسولو على الثمن. بريردات، البقاراج، الكويسة تاع القطران تا هما كاينين. هانتوما البنات البرمته هي زوينه البنات، هذا اللون وهذا اللون، شتو الفاز،
انتوما كوكوط كبيره، الكوكوط ديال 12 يطرا. زوينين البنات هادو في الصالون، شو ديكور فن فيهم. طبعا سلتها هما كاينين. ها الطاجين حتى هو اللي غزال البنات، رائع الطاجين البنات. شوفوا طاجين مزخرف كما تنقولوا. هادو حتى هما زوينين، يمكن لك ديريهم العمار لاتاي والسكر والنعناع، يمكن لك ديريهم الفاكهه، يمكن لك ديريهم المملاحات. الكويسات تاهما والصوانيه زوينين. المقايلات البنات اللي خاصهم المقلات الوجديات من الكبيره حتى الصغيره تبارك الله. هاد القصيريات تاهما صغار كيسان البنات زوينين. لا عنده كلشي تبارك الله ما شاء الله. هاد الفارقه حتى هي زوينه البنات. ها هي محطوط فيها الثمن 45 اورو، 4 قولي 9000 ريال. الفارقه حتى هي زوينه فن، كيسان فني الكوكوطات ما شاء الله. هاد الكيسان واعرين البنات فنين انتم زوينين بزاف. نتمنى من الله يعجبكم هادشي كامل زوين البنات. واللي قريب من المحل يزورو ويجي ليه ويتقدم منه. الطقوس ديال البلاد ديالنا هي موجوده هنا في ايطاليا. هاد الفارقه حتى هي زوينه، هاد المجمعات هما زوينين شنك دايرين فن. شو هادو توما ديال الكوزينه زوينين. المقايله ديال المسمن ها هي شو قداش. فنيجنات ديال القهوه الغلاي هادو تا هما زوينين فوق البوطاجي. هاد اللويين بالكحل تا هو زوين. السوبر ديال الحريره، والحريره قريبه ان شاء الله. صوانيات كويسات بالكحل وهاد اللون، وكاين هاد اللون، وكاين هاد اللون اللي فيه البيض والكحل، وهذا سان بالكحل. السيري ديال المقالي هو على هذا الشكل زوين فهاد اللون. وهاز الكوكوطات اللي ولاو مزخرفين بحال حتى هما زوينين. المقالي هنا البنات هانتوما كلشي عنده تبارك الله ما شاء الله زوين هذا الشيء الله يكمل. واللي قريب يزور هذا الحانوت راه زوين فيه كلشي تبارك الله، فيه اللحم فيه الدجاج فيه اللي بغات تصايب سلو، فيه الماكينات، فيه البيستاج، اللوز، القرقاع، الزبيب، التمر، الشريحه، كلشي تبارك الله فيه. هذيك الايه هي زوينه وعلقه في شي صالون فن كاع. هنا البريمات البنات ما شاء الله شي غزال البنات. والسلام عليكم البنات. وهنا غيسالي الفيديو، ما تنساوش على ام صفاء من البصيمه وتعليق زوين، وقولوا لي كيفاش جاكم المحل وخلوا لي تعليق زوين. وشكرا لكم بزاف وبالسلامه عليكم.